بينما مانويل أوليفيرا هو حكم الفيديو في مباراة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، انطلقت مباراة الحزم هنا 46 دقيقة في محافظة الرس. لمس الكرة في النص، مختار تمريرة خطيرة أمام المرمى ووصلت إلى يد حارس المرمى ماليك عسل. من عن مرابط في الاستلام، استلام مرابط، لعب الكرة العالية. دائما هذا هو التفاهم، هذه اللغة الوحيدة اللي يفهمها الاثنين. جاي من منين جاي هذا اللاعب؟ هو جاي من بوردو الفرنسي، هو لاعب من بوردو. تسديدة جميلة 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 من مورالها. ثاني وغاب بعض المباريات معنا هذا الرقم، لم يحطم حتى الآن. عبيد يلعب الكرة للأمام عالية بالرأس، خلصها ماليك، خلصها ماليك. هذه كرة نصراوية خطيرة من أمام المرمى، يخلص الكرة فتوحي في الاستلام، والحكم البرتغالي يقول لا شيء لا شيء. جوليان انطلق سدد وإلى خارج خارج إلى خارج إلى خارج. أحمد موسى لكن صاحب الرقم 7 في الدوري، عنده سبعة الموسم الماضي. هذه خطيرة عرضية، مرابط حرضها وشالها ماليك، شالها ماليك عسلة. يلعب الكرة للأمام، شوف 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 بيتروس وحده وصل إلى هناك إلى الهداف. عبد الرزاق في الاستلام أمام أليماو البرازيلي، مر عبد الرزاق عرض الكرة مرة ثانية في الدوري. ولدينا فتوحي، شوف الانطلاق سترندبيرغ، انطلق السويدي سريع مر لكنه وصلت إلى حارس المرمى. سريع مراوغ يحاول يمر، تدخل مر من الأول، مر أحمد موسى، مر عرض الكرة الخطيرة والتغطية الدفاعية أتت إلى لا ما زالت نصراوية. محاولة عند مرابط، يراوغ مرابط، مر من الأول من الثاني، يطلب خطأ مرابط، يطلب الكرة لكن مو من عادته. شوف من أمام الزبيدي مر، وتدخل من الزبيدي طلب الخطأ، والحكم البرتغالي عنده حكم برتغالي موجود أيضا في حكم تقنية الفار. يلعب الكرة للمرة الثانية بالخطأ، أسامة الخلف يلعب الكرة لعبيد، يا مهارتك عبد الرزاق، تسديدة بعيدة عدت إلى خارج أرضية الملعب، أخذها بمهارة. الثاني عشر هذه تمريرة للأمام خطيرة لكنها وصلت إلى الجزائري ماليك عسلة. وصلت الخلف، أسامة الخلف يلعب الكرة لكن في أكثر من لاعب متسلل، ملعوبة للأمام، للأمام خطيرة. راي قلت في أكثر من لاعب متسلل بشكل الكرة، لكن مختار على اليمين يلعب الكرة جميلة للأمام، سريعة. عبد الرزاق حمد الله انطلق، عبد الرزاق يلعب العرضية، مر من الأول، يلعب العرضية، مرابط تسديدة. الله 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 الله، أجمل كرة في المباراة. مو على العادة، تبادل الأدوار، كان مرابط هو من يصنع. وبالتالي هل كان في الكرة الأخيرة تسلل أو لا؟ حقر الكرات اللي لعبت بعد ما أخذ مكان، راح الكرة في لاعب نعم كان مغطي، وبالتالي القرار يبقى للحكم. راح الآن هذا الآن، شوف الكرة شوف الآن عبد الرزاق أخذ اللاعب، قال لنور الدين مرابط الآن سجل تسديدة، وتألق معاها أسامة الخلف في إبعاد هدف محقق في شوط المباراة الأول كان للنصر. لا كرة، الاستلام ملعوبة للأمام، عبد الرزاق في المحاولة، مر عبد الرزاق، عبد الرزاق مع لاعب عدى من الأول، فقد كرته عبد الرزاق. عادل بدون أهداف، الغنام يتقدم، حاول يمر وصفارة وخطأ. بالتالي يكون عندنا المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال آسيا. هذه كرة سريعة للأمام لكن شوف الخطوات اللي أخذها ماليك عسلة، برافو ماليك عسلة ومدافع أسامة الخلف. لكن يبدأ الآن الحزم على اليمين، محاولة لكريم، محاولة وعدت إلى خارج أرضية الملعب. مباراة الثاني راح نتابع الآن كيف الأمور. هذا أحمد موسى يتقدم، يلعب كرة في العمق، عبد الرزاق تمريرة جوليانو، تسديدة، محاولة تدخل، أبعد الكرة زبيدي إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو صار يحب المساحات أحمد موسى، نعم يبحث فقط عن المساحات مع السرعة اللي موجودة عنده. هذه كرة ملعوبة عالية بالرأس، لا زالت داخل منطقة جزاء، سيطر عليها بالكعب، جميلة تغطية دفاعية عدت إلى خارج أرضية الملعب. صار في الاستلام أحمد موسى يلعب الكرة عبيد، عرضية، محاولة ما زالت خطيرة أمام المرمى خطيرة، ولكن أمامها ماليك عسلة، خطيرة.
ياخذ كورة بيتروس يمرر في العمق عبد الرزاق خذه العب للأمام جوليانو تمريرة للغنام العرضية من الغنام لكن تخلصت الآن ما زالت الغنام مر من الأول العرضية الخطيرة أمام المرمى أمام المرمى لكن تخلص تسديدة يا الله لدى مدافع فريق الحزم صمود نعم سموه حزم الصمود وهو حتى الآن صامد حتى الآن صامد يصمد الله الله يصمد لكن النصر أمام خلاص كل المسافات العالمي يختصر كل المسافات كل الطرق كل المسافات المدافع عبد الإله العمري أخذ دور حمد الله في الكرة الماضية وتواجد داخل منطقة الجزاء صمد الحزم لكن النصر يصعد النصر يصعد العالمي يختصر المسافة في الكرة الماضية بعد كرة الغنام راوغ لعبها وين راسك يا عمري وضع الكرة عبد الإله المدافع أول أهداف العالمي هذه راس العالية من العالمي الصغير اللي وصل وضع راسه الكل توقع من الجمهور أن عبد الرزاق هو من وضع راسه لكن المدافع لعب الدور وكان هو المهاجم في الكرة الماضية هذا هو الشاب الذي وضع الخطوط العريضة لدى فيتوريا وقال أنا جاهز في كل الاتجاهات النصر يختصر كل ها كيف كانت القراءة معاك مع كرة مع أول كرة مع النزول البديل وسام سويد الكرة عدت من اتجاهها من اتجاهها للمرة يلعب الكرة للأمام المحاولة للنصر جوليانو يلعب الكرة أحمد موسى تقدم مر 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 الأسمراني عرض الكرة الخطيرة اللمسة الثالثة الثالثة لكنها سهلة يتقدم جوليانو لا والله هذا بيتروس اللي راح مر الأسمر مر الآن مر مر من الأول يا مهارتك يا سرعتك يا عرضيتك أوه 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 أو تسلل شوف 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 هذه المساحات اللي يعشقها هو يبحث فقط عن المساحات شوف خلاص من أمام المرمى سددها عبد الرزاق لكن برافو 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 والله مليك عسلة يمر بالسرعة لو عدى خطيرة لو عدى خطيرة ما عدى ما عدى 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 من الأول من الثاني إلي ماو إلي ماو لكنها خاطئة 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 داخل منطقة الجزاء تسديدة العبيد ظهر يا آسيا العبيد ظهر يا آسيا لازم على أقل تقدير في هذا المركز ملعوبة للأمام عالية أمام الجول اتخلصت خطيرة اتخلص إدريس الله جميلة 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 داخل منطقة الجزاء لكن ما يكون يتدخل يا أسامة بالخلف تسديدة محاولة خط راية 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 وتسلل خلينا نشوف هذه الكورة إدريس فتوحي يلعب العرضية العالية خطيرة داخل منطقة الجزاء أحمد موسى المتراد خطأ مرابط لعب الكرة العالية بالرأس عدت إلى خارج أرضية الملعب كان الأمر يكون الإثارة فيه أكبر هذه كرة ملعوبة للأمام عالية ملعوبة للأمام ولكنها وصلت إلى مليك في النصف نهائي على أقل تقدير في النصف نهائي يكون فريقين هذه كرة لبيتروس تمريرة للأمام تسديدة هدف ثاني هدف ثاني الله كان هدف ثاني للنصر ماليك عسلة لاعب القادم للحزم يلعب الكرة على اليمين محاولة عبد الرزاق يحاول يمر عبد الرزاق واحد لواحد يحاول يمر تباطأ مر من الأول مر مر عرض كرة عروه كرام في هذا اللقاء خلاص كل مدرب عمل أوراق عمل تبديلاته الغنام بلمسة تمريرة محاولة 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 وهو خلاص 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 خلص خلص الموسيقار الصغير يحيى الشهري نزل من أجل هذا من أجل هذا التأكيد من أجل أن يصل العالمي إلى هذا التأكيد نعم هذه فكرتي وهذه خطتي بيحيى الشهري يصل إلى الجول الثاني الهدف الثاني بإصرار يحيى الشهري القائد يحيى الشهري نزل بالورقة الرابحة وبإنهاء كل السيناريو كل السيناريو الذي كتب عن طريق روي فيتوريا البرتغالي وهذه التحية من الإحلاف ليحيى هذه التمريرات واحدة اثنين ثلاثة أربعة الله على التمرير وعلى الصناعة وعلى على على هذا الهدوء في هذا المكان الضيق النصر يستلم ويسلم من أمام مرت من الأول ومن حارس المرمى وسجل يحيى الشهري الهدف الثاني خلاص المباراة نصراوية العالمي
يصل إلى النقطة رقم 41 في الانتظار أحبة الكرام على لقاء الكلاسيكو على النصر. تقول أن الإضاءة إضاءة فقط والكشافات والإضاءات التي في المدرج في كل لحظة من لحظات الانتصار تكون هذه الكشافات في ملعب. وخورخي سوزا الحكم البرتغالي الآن يعلن الصافرة، يعلن النهاية. النصر ب 41 نقطة من أمام الحزم بهدفين، عبد الإله العمري أولا بالرأس، بعد ذلك البديل يحيى الشهري أحرز، وهنا صورة السيلفي ستكون لنور الدين مرابط. عمره ما كسر خاطر أحد أبدا، لا في الملعب ولا خارج الملعب. نور الدين مرابط تبقى أنت.